مجمعين عشان بدنا يفتح المعبر رفح، بدنا نسافر، لنا سنة سايبين بيوتنا، أولادنا طلاب راحت عليهم المدارس والجامعات، وفي نساء طلقات، وفي مخطوبات يعني فسخوا الخطبة، والوضع صعب كتير عنا. أنا ولدت هنا وهذه البنت يعني مش قادرة، يعني بدي أروح أعمل لها ورق هناك، لسه يعني قصتنا طويلة. أنا إجيت هنا غزة عشان أزور قرايبي، وبدي أرجع، بدي نرجع، راح تسكر المعبر، المفروض يحلوه هذا الإشي، بدي أرجع أشوف.